السبب لأي واحد فارق يعني غياب اللاعبين الأساسيين اللي مصابين لنا، علاش يعني غياب عديد ديال اللاعبين بلا ما نذكر الأسماء ديالهم لأن عندهم وزن ثقيل داخل الفريق. هذا يعني وتجربة ديال اللاعبين اللي ما كايناش ديال أبناء الفريق، لأنهم علاش الأغلبية ديال اللاعبين اللي لعبوا اليوم هما أبناء الفريق. كنتمنى أننا نخرجوا من هذه المرحلة هذه ونرجعوا للسكة الصحيحة اللي معروفة على حسنة أكادير. ما بالنسبه للكاف فاحنا كنبغيو نعطيو جهدنا لا في الكاف لا في البطوله، لكن كاين بعض العياء اللي عياء ديني واكثر يكون عياء بدني. انا اول حاجه يعني لا قبل الهدف يعني ما يعني اي لاعب يديرها اوبجيكتيف ديالو، لكن كنجري مباراه بمباراه. كنتمنى الاهم ديالي هو ان الفريق ديالي هو اللي يستافد، ماشي كريم بركاوي اللي يستافد. الا سجل بركاوي الاهم هو ان الفريق حصل على 3 نقاط، الفضل كيرجع كامل للاعبين الزملاء ديالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.